السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وسعيد جدا 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 إن بجتمع بكم للمرة التانية على شاشة الصحة والجمال. لكن المرة دي برنامجنا مختلف تماما، برنامج كله نشاط وحيوية وحياة، بس مش أي حياة، حياة كلها صحة وهدوء وحب، حياة كده جميلة هنلاقي فيها كل حاجة مفيدة. هنستضيف معانا شخصيات كتيرة، سواء اقتصادية سواء رؤساء مجالس إدارات، هنستضيف أطباء، كل ده عشان نعرف ازاي نخلي حياتنا افضل. هنتعلم في الحياة ان احنا ازاي نكسب الفلوس وازاي برضو نصرفها، بس نصرفها صح. هنعرف مع بعض ازاي نربي اولادنا صح وازاي صحتنا تبقى افضل. الحياة مش بس عيشة بنعيشها، الحياة منظومة كاملة ومتكاملة، نعيشها صح عشان نقدر نبقى حياتنا افضل. وده دور برنامجكم، برنامج الحياة، ان حياتنا تبقى افضل. هنستضيف علماء ومتخصصين في جميع المجالات، هنلف مصر كلها عشان نجيب لكم افضل ناس بتهتم فعلا بان حياتكم تبقى افضل. لذلك البرنامج مش برنامجنا، البرنامج برنامجكم، برنامج الحياه، عايزينكم تشاركونا في اعداده واختيار الضيوف، وده هيكون عن طريق تواصلكم معانا في البرنامج من خلال صفحه الفيسبوك ومن خلال الايميل بتاعنا mr.abdelsattar@gmail.com. تمام، وان شاء الله باذن الله حلقاتنا تعجبكم. برنامج الحياه هو اسلوب حياه، برنامج الاسره الحربيه، انتظرونا. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره تانيه. النهارده احنا بنتكلم ازاي بقى حياتنا تبقى افضل ومن البدايه، ولذلك مستضيفين النهارده حد متخصص هيكلمنا في الموضوع بشكل علمي وشكل موضوعي جدا. معانا النهارده دكتور تغريد، استشاري امراض النساء والتوليد واستشاري امراض الجنين واستشاري بالمركز القومي للبحوث. منورانا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ عبد الستار. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. احنا برنامجنا اساس فكرته ان احنا بنتكلم عن حياه الانسان ازاي تبقى افضل، والنهارده لان دي الحلقه الاولى وحضرتك منورانا، عايزين نتكلم عن حياه الانسان من البدايه خالص، من وهو جنين. طبعا احنا عارفين ان الام ليها دور والاب ليه دور، فاحنا هنبدا بدور الام. ايه دور الام في ان حياه الابن او الجنين تبقى افضل؟ طيب هنبدا ان شاء الله. بدايه انا طبعا ببارك لك على البرنامج، وان شاء الله يكون برنامج مفيد، ونفسي يعني كلامنا يوصل للناس كلها ان شاء الله من ناحيه التوعيه للناس ان شاء الله. يعني بالنسبه لحياه الجنين صراحه استاذ عبد الستار لازم تبدا بفحص ما قبل الزواج. يعني ما ينفعش ان انا اتنين مقبلين على الزواج اسيبهم يتجوزوا ويخلفوا وانا مش بتفاجئ بقى ان جاي لي المدام حامل وعندها مشاكل قبل كده. لازم ابقى يعني عارفاها، لازم يبقى في خطوه استباقيه. الخطوه الاستباقيه دي بتبدا بوعي الاب والام الاثنين او العريس والعروسه ان هم لازم يكشفوا قبل الجواز، وخصوصا لو في امراض في العيله. والامراض اللي في العيله دي امراض كتير جدا، منها امراض مزمنه وامراض وراثيه، ولو هم بالذات قرايب. يعني مش عايزه اقول لك ان نسبه القرابه في مصر قد ايه، تقريبا 50%، بس في المحافظات بتوصل ساعات 90% وفي الاقاليم كل واحد جدا نسبه كبيره جدا. وبيبقى اغلب الحالات اللي هي بيتجوزوا من بعض بيظهر عندهم امراض وراثيه غريبه كانت موجوده في الجدود وهم ما يعرفوش، او عندها بنت عمها فلانه حصل لها كذا وابن عمها حصل لها كذا، وهم طبعا مش واخدين بالهم يعني، او خدوا الامور ببساطه فالجوازه تمت تمام واتفاجئنا بعد كده بالمشاكل. فده بالنسبه لازم كشف بالذات القرايب اللي ناويين يتجوزوا لازم يفحصوا نفسهم كويس قوي، من ناحيه ان احنا بناخد منهم تاريخ المرضي، تاريخ العيله، وبنعمل لهم شويه فحوصات قبل ما نقدم على الجواز اصلا. تمام، دي نقطه مهمه جدا. وبعد كده بقى نشوف اذا كان اصلا المرض اللي هو في العيله ده مرض ليه تشخيص معين، ليه علاج او ليه تشخيص، بحيث ان لما تيجي تحمل هقول لها والله البيبي اللي في بطنك ده مصاب بنفس المرض او البيبي ده سليم. فدي نقطة مهمة، ما جيش بقى بعد ما تخلف 3-4 عيال كلهم مصابين وتعبانين ومكلفينهم أعباء مادية ونفسية جامدة جدا يجوا يكشفوا عندنا وبعدين نبدأ نعمل الفحوصات ونشوف كنا فين من زمان. فدي النقطة اللي نفسي أوصلها للناس. هو حضرتك حاليا أثرت نقطة يعني إيه مهمة جدا، إن بالنسبة لي يعني لو كان الطفل ربنا يحفظ أبنائنا جميعا في مشكلة، ده بيأثر على جزئية إيه، إن بيبقى في عبء على الأسرة، عبء مادي وعبء نفسي رهيب. وبعدين في الاخر يعني في امراض ملهاش علاج، يعني هو احنا بنزق فيهم بالعافيه بس في الاخر ما بيكملوش. فليه من الاول انا ما اعرفش التشخيص ايه وابدا ان انا حتى لو هي حامل في البيبي المصاب ده انبهها ان البيبي اللي في بطنك ده مش كويس، البيبي ده هيعاني، البيبي ده تعبان،
ليه من الاول انا ما عملتش؟ يبقى الاول حاجه افحص كويس جدا قبل الجواز انا وجوزي، وبعد كده لما قبل الحمل برضو لازم تاخد فيتامينات معينه وتعمل فحوصات برضو قبل ما تدخل في الحمل، ونعمل خطه مع بعض ازاي هنحمل وامتى هنحمل. لو استلزم الامر اني اجل الحمل فتره علشان اشخص المرض اللي موجود في العيله مثلا، او هي الست دي عندها عرضه لامراض حتى مزمنه مش لازم امراض وراثيه، ضغط سكر، غده درقيه، جالها اجهاض قبل كده مرتين ثلاثه وهي مش عارفه ايه السبب، انا اخد فتره امنع فيها الحمل، الفتره دي انا هعمل فيها الفحوصات بتاعتي وفي نفس الوقت هتعالج. ما ادخلش في الحمل بقى وانا ما عنديش اي فكره انا عندي ايه بالظبط. يعني في ناس كتير جدا بتقول لك بس لا جوزي عايز عيال وحماتي ومامتي وازاي والعزوه واقعد اخلف كده وخلاص، اخلف وانا عندي مشاكل؟ لا، ولا اصبر شويه واحل المشاكل الاول بعدين ادخل في الحمل؟ هي دي النقطه اللي انا عايزه اوصل لها. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها مهمه جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى من البدايه وفر لي سبل العلم ان انا اتجنب مشكله زي كده. بالظبط. فالمفترض ان انا اخد ايه؟ بسبل العلم. وهي دي رساله برنامجنا. بالزبط. ان احنا عايزين نطلع المعلومات في كل مجال اللي تخلي حياه الناس افضل. تمام تمام تمام. بس حضرتك اثرت نقطه هي يعتبر فيها شيء شائع بين الناس، ان حضرتك بتتكلمي في ان هو ممكن يتم ايقاف الحمل من قبل بدء الحمل الاول، يعني ممكن تاخد تمام تاخد وسيله توقف فيها الحمل فتره حتى وهي لسه متجوزه جديد، بس هي عشان عندها مشكله عايزه تحلها، فعشان احل المشكله دي ما ينفعش ادخل في حمل، تاخد وسيله والوسيله امنه ان شاء الله ما فيهاش اي مشاكل خالص. الشائع ان يعني الوسيله قبل الحمل الاول تمام بتكون اضرارها ان ممكن يسبب للزوجه يعني عقم ويبقى فيش انجاب بعد كده. فعلا في ناس كتير فعلا بتفكر بالطريقه دي، ده الكلام ده مش مظبوط، لان في حاجات امنه جدا، حاجات طبيعيه ممكن استعملها، حاجات موضعيه من للزوج او للزوجه وبيستعملوها فترة كام شهر مثلا، ممكن 6 7 شهور لغاية بس ما أوصل أشوف هنمشي إزاي، هنشخص المرض اللي موجود ده إزاي، أو ما فيش مرض أصلا، أو يا جماعة لا الموضوع بسيط يلا نتوكل على الله وندخل في حمل، بس أبقى ظبطت أموري بقى في الأول خالص إن شاء الله. يعني هو بيعتبر القرار راجع للدكتور، لو الدكتور فعلا شاف إن إيقاف الحمل في صحة الـ يعني الآباء وفي نفس الوقت بيحافظ على الجنين اللي جاي ان هو يطلع بصحة افضل، المفترض في الحالة ديت ما فيهاش مشكلة، ويتبع المريض يسمع كلام بقى الدكتور في الحالة ديت، يسمع كلام الدكتور والزوج لازم يبقى متفاهم جدا مع مراته في النقطة دي. يعني ما ينفعش هنيجي لدور الزوج قدام. ماشي. احنا بس يعني كنا بنتكلم الاول بس عن الام، ودول هم اكتر اتصال. طبعا او اكتر واحده هتعاني. هتعاني شعور الحمل والتعب والارهاق والولاده وده بعدين في الاخر يجي لها طفل مش طبيعي، دي بتبقى يعني ماساه للعيله كلها مش للاب والام بس، والجد والجده وكل العيله اللي عايزه تفرح بالطفل ده. تمام. طيب حضرتك انت اول حاجه اثرتيها حاليا فكره الفحوصات، يعني تبقى الفحوصات قبل الزواج. تمام كده. تمام. طيب بالنسبه ان يعني معظم الاطباء بتبقى مهتمه بجزئيه معينه ان هو من اول الحمل من بدايه الحمل ممكن من قبل كده لا تعالى وتابع مع دكتور، في حين في ناس بتشوف يعني ما كفايه ان انا مثلا اروح في الشهر السادس وتابع مع الدكتور، هيبقى في فتره برضو ايه كافيه للمولود عشان تولد، يعني تروح الشهر السادس عشان تولد بس هي ولاده بس هو مش مهم هو قبل كده، ما هو بيبص للموضوع ان هو كده كده حمل. تمام حضرتك. فايه يعني ايه اللي يخليني انا اروح واتابع مع دكتور في الفتره ديت؟ ما انا كده كده هو الحمل وبعد كده انا يهمني جزئيه الولاده. انا فاهمه قصد حضرتك طبعا، بس انا عايزه مش عايزه اقول لك قد ايه فتره اول 3 شهور في الحمل مهمه جدا لاي واحده حامل بغض النظر حتى لو ما عندهاش مشاكل قبل كده. فاول 3 شهور انا بشوف الست دي عندها استعداد اصلا الحمل ده يكمل كويس ولا لا، شكل كيس الحمل، كيس الحمل جوه الرحم ولا بره الرحم، الحجم البيبي والنبض، وفي حاجه اسمها الشريان الرحم بشوف بيوصل دم كويس اصلا للبيبي ولا لا. في ساعات بشوف في حالات بقول لها انت عندك استعداد يجيلك ضغط، انت عندك استعداد يجيلك تسمم حمل، الكلام ده من اول 3 شهور. زائد ان انا في حاجات معينه في الجنين بشوفها في من الاسبوع ال 12 للاسبوع ال 14، وده طبعا هي دي فتره اول 3 شهور مهمه جدا في البيبي. دي اللي بقدر اقول لها البيبي ده ان شاء الله هيبقى طفل سليم، في احتمال كذا في المية ان هو لا يبقى الطفل مصاب عشان ما عندوش الحاجة الفلانية، عظمة المناخير وفي حاجة بنقيسها في الرقبة والقلب والمخ، في حاجات كتير جدا بنشوفها في اول 3 شهور. ومش عايزة اقول لك قد ايه كمية الامراض اللي ممكن تتشخص في اول 3 شهور في مجرد ان انا بعملها موجات صوتية في اول الحمل. تمام. فانا ما اقدرش اتجاهل الفترة دي، ما ممكن يكون عنده اي حاجه وبعدين بنكشف متاخر نكتشفها، تيجي بعد كده بقى تنزل البيبي تبقى الموضوع صعب بالنسبه له،
نفترض قررت انها تنزل عشان بيبي عنده مشكله، نيجي بعد كده لا الشرع بيقول لا، طالما في الروح طالما القلب بينبض نستنى، ده بالنسبه لراي الشرع. راي مامتها وخالتها ومش لا استني وتولدي ولاده طبيعي يمكن يبقى كويس، يمكن كلام الدكتور غلط، الكلام ده كله احنا بنواجهه، احنا بنشوف حالات بتيجي تشتكي من الكلام ده. فانا ليه ما تابعش من الاول، وابقى حتى لو انا عارفه ان البيبي ده مصاب ابقى عارفه انا داخل على ايه. انا هولد الطفل ده محتاجه اولد في مستشفى كبيره، محتاجه ان انا ادخله حضانه، عايز العلاج الفلاني، عايز نقل دم، عايز الفحوصات الفلانيه، عايز التحليل الفلاني، ابقى حتى عامله الدنيا واضحه قدامي واشوف هقدر اكمل بالمنظر ده ولا مش هقدر اكمل. دي نقطه مهمه جدا. معانا اتصال لحضرتك من الاخت مرام من الجيزه. تمام. اهلا وسهلا. الو. ايوه. ازي حضرتك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال حضرتك ايه؟ الو. ايه يا فندم حضرتك؟ انا عندي مشكله بس يعني حد يعني اختي يعني كده. تمام. ان هي يعني قلت لها 6 شهور كده بس ما جاتلهاش اللي هي الدوره الشهريه دي، ما جاتلهاش خالص. بالنسبه كانت بتاخد برشام متهيألي، كانت بتاخد برشام ولحد دلوقتي بتاخده بس بتيجي تبطله 4 ايام بس ما جاتلهاش من ساعه ما جيت لحد دلوقتي، من موزه لها 6 شهور وما جاتلهاش لحد دلوقتي. يعني طيب. هي وقفت الحبوب وما جاتلهاش الدوره بقالها 6 شهور ما بتاخدش اي حبوب ومفيش دوره بتيجي؟ لا هي بتاخد، هي بتاخد حبوب منع الحمل. تمام. بتاخد الشريط وبطلها 4 ايام عشان الدوره يجيلها. تمام. بس ما بتجيش. ما بتجيش وبتكمل بقيه الشريط تاني تدخل فيه على طول من غير الدوره ما تيجي. ما بتجيش بقى حضرتك لها 6 شهور. وبقالها 6 شهور بالطريقه دي، مفيش مشكله خالص. ساعات حبوب من الحمل نفسها بتقلل قوي دم الدوره وساعات بتمنحها خالص، بس حسب نوع الحبوب، في حبوب فعلا بتعمل كده. فهي من الافضل انها يعني خلاص خلصت الشريط ده هتستنى الدوره، لو ما جاتش يستحسن تعمل تحليل حمل وتطمن الاول، اهم حاجه ان مفيش حمل، لو مفيش بتاخد الشريط التاني على طول وراه، مفيش مشكله خالص. تمام. شكرا للاتصال. طب دكتور احنا كده اتكلمنا في جزئيه الفحوصات. تمام. وفكره ان هي الام تبدا من البدايه ان هي يعني تتابع من اول الحمل، لان ممكن تطلع فيه مشاكل، وفي الحاله ديت هيبقى حل المشاكل ديت متواجد معانا من البدايه، يعني ممكن احنا نحل المشكله ويبقى واخدين خطوه استباقيه. بالظبط. تمام كده حضرتك؟ طيب كده احنا اتكلمنا يعني عن الام وما جبناش سيره الاب ولا دور الزوج ولا اي حاجه، فهل هو مثلا الاب ان الزوجه هي اللي بتحمل فهو كده ملوش دور نهائي في ان حياه مثلا الابن تبقى افضل؟ بالعكس، هو دور الاب بيبدا برضه من قبل الجواز زي ما يعني زي ما اتفقنا، لو هو انسان متفهم كده ومخه كبير، ما مش لازم بقى ان انا اول ما اتجوز لا لازم اخلف عشان انا الحفيد الكبير واللي هجيب الحفيد اللي مش عارفه ايه الكلام ده. لا يعني هو لازم طبعا يبقى متفاهم ويساعدها، هي نفسها تعمل اكيد، عايزه اسره كويسه وعايزه حياه افضل، فاكيد يعني لو هو مش مساعدها صراحه هي تبقى مضغوطه، مضغوطه جامد براي جوزها وراي حماتها ومش مش هينفع نوصل لحاجه صراحه، فلازم يبقى متفاهم. وكمان في حكايه منع الحمل دي، انا اسف معانا اتصال تاني. استاذ ام ابراهيم. الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحت؟ منورانا الاول في برنامج الحياه. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. دكتور مع حضرتك سؤال، حضرتك ايه؟ لو سمحت حضرتك، انا مرات ابني داخله لها شهرين بالظبط. تمام. وكان يعني الدوره حتى من اول بدايه حياتها كان عندها مغص جامد، فبقول لها يا بنتي كان الاعراض دي بتجيلك وانت بنت؟ قالت لي كانت الاعراض دي بتجيلي. المهم حضرتك من حوالي 20 يوم رحنا كشفنا، الدكتوره قالت لها ان عندك كيس دم. كيس دموي؟ كيس دموي على الرحم او في المبيض، يعني على المبيض. على المبيض. فعطتها حبوب منع الحمل لمده 43 يوم. تمام. وقالت لها بعد 45 يوم تجيني. فيا ترى ان الاجراء ده صحيح يعني اللي احنا اخذناه ده صح ولا ايه بالظبط؟ والله يعني بصي حضرتك، ويا ترى ايه اللي هيترتب عليه بعد كده؟
ولا اي حاجه خالص. هو اللي انا عايزه اقوله حاجه بس، ان حكايه الكيس الدموي دي يعني كلمه كبيره جدا، ما اقدرش ان انا اقولها شفوي، لازم اشوف الموجات الصوتيه بتاعتها عامله ازاي، وفي تحاليل لا الدم بتاعتها ايه، اخبارها 2 ايه. سنتي 2 سنتي حضرتك السونار 2 يعني سنتي ونص في 3 سنتي ونص. لا ده صغير خالص، ده صغير جدا، ماشي. هيروح هو ان شاء الله بالمتابعه، ومش ممكن محتاجش علاج خالص يعني، فخليها تاخد لا مفيش هي مشكله عطتها حبوب الحبوب ملح ملحه اللي هو تاخدها، او مفيش مشكله مده شهرين وتعيد تاني السونار، هتلاقي ان شاء الله الكيس ده راح خالص ان شاء باذن الله. الله. برضو احب اوضح ان ارقام الدكتور ويعني طرق التواصل مع الدكتور متواجده معانا على الشاشه، لان برضو في الجزئيات ديت بتبقى محتاجه يعني ان الفحوصات تمام على كده كده، والاشعاعات لازم تتشاف، عشان برضو محدش ياخد الأشعة يا جماعه من الكلمه من على الشاشه ويقول انا كده ايه المعلومه دي اكيده. احنا يعني بالظبط، الدكتور بحب بتشخص، أشوف حضرتك بتشخصي التحاليل بناء على ايه، على كلام، والكلام ما والأشعة بتاعتها بيكملش بالظبط. الصوره. تمام، بنشكر حضرتك ام ابراهيم، ونكمل بقى معاك يا دكتور. احنا كده حضرتك خلاص يعتبر ايه، اتكلمنا في معظم الجزئيات الخاصه بالام. تمام، فاحنا عايزين كده نتكلم بقى عن الاب شويه. دور الاب حضرتك قلت لي ايه، ان هو يكون متفهم وياخد الموضوع بسلاسه وبساطه، ما ويساعدها. يساعدها، ما تمام، يكونش عائق قدامها انها تقدر تتصرف، تروح تكشف عند الدكتور، هتاخد وسيله منع حمل، لازم يساعدها، لان في وسائل للاثنين، يعني في ممكن الزوج ياخد وسيله لوحده، وممكن الزوجه تاخد وسيله، تمام. عشان بس لو هنبعد عن حبوب منع الحمل، عشان في ناس كتير جدا بتخاف منها، تقول لك ما فيش داعي للهرمونات، وفعلا في ناس ما ينفعش اديها هرمونات، فبحب ادي ممكن للزوج لوحده حاجه لمنع الحمل، وبتبقى حاجات مؤقته كلها لغايه بس ما خلص فحوصاتنا، ناخد فيتامينات مهمه جدا قبل ما تدخل في الحمل، ونتابع بقى مع بعض واحده واحده كده، فيكون في تفاهم بس في الاول يعني. ان شاء الله، تمام. هو برضو فعلا احنا في يعني في مجتمعنا مشكله في حته ايه، ان دايما في بدايه الزواج بيبقى الزوج تحديدا ويعني واهل الزوج مهتمين جدا باول حفيد ايوه بالظبط بالظبط. فده بيبقى فعلا عامل ضغط نفسي على الزوج نفسه وعلى الزوجه، ومستعجلين طبعا تمام، ان هو ده وممكن فعلا الكبير. يهملوا في الجوانب الطبيه، ودي هتبقى مشكله. تمام، تمام، طيب ده دكتور حضرتك مظبوط. بالنسبه لاعراض الحمل، طبعا ديت هتكون بالنسبه للاعراض محتاجين ان هي ايه، نعرف اعراض مثلا الام تقدر تتابعها قبل الحمل، وايه التوعيه المفترض ان هي تاخدها بخصوص الحمل. ما فيش، هي طبعا لازم تبقى عارفه عامله حسابها انها داخله على حمل، ما ينفعش تفاجئ نفسها وتفاجئ الاسره انها حامل، فزي ما اتفقنا كده انها بتتابع دورتها الشهريه مظبوطه ولا لا، لو في اي مشاكل بقى قبل كده كان عندها في الغدد، لو هي زياده عندها زياده في الوزن لازم تنزل في الوزن، عندها انيميا تعالجها كويس قوي قبل ما تدخل في حمل، عندها اي مشاكل في العيله مثلا في ضغط وسكر في العيله بيجي للاب والام مثلا في سن صغير، يبقى هي عرضه جدا يجي لها ضغط وسكر مع الحمل، يبقى لازم نطمن على كل الكلام ده. اول ما تدخل بقى ان شاء الله في الحمل باذن الله هيبقى في شويه اعراض كده بسيطه ومعروفه، بس في ناس بتبالغ فيها قوي، انا مش قادره اقوم من النوم، انا مش قادره اقوم من الكرسي، الكلام ده طبعا كل ده نقدر نتغلب عليه بشويه حاجات بسيطه جدا، نشرب سوائل كتير، لما تحس بالهبوط بتقعد مثلا او بترفع رجليها وتبقى راسها تحت، ما يبقاش فيه انها تبقى واقفه على طول وتصر انها تروح قاعده على طول، تمام. لو في غمامان نفس او قيء، كل ده ليه علاج، كل الحاجات دي ليها علاج، وهي دي الحاجات اللي هي الام الحامل ممكن تحس بيها، زائد انها تبقى مش قادره تقول لك مش قادره اعمل حاجه، والارهاق، انتفاخ، مغص، وجع في الظهر، الكلام ده كله بالمتابعه مع الطبيب ان شاء الله بيمكن التغلب عليه، بتبقى سهله وحاجات سهله وبسيطه يعني باذن الله ان شاء الله. طب حضرتك بالنسبه للتوعيه اللي ممكن نوصلها للام، مثلا ايه الحاجات اللي هي مفترض تتبعها كتوعيه عامه؟ التوعيه العامه زي ما اتفقنا انها المتابعه طبعا مهمه، ما نسمعش الكلام اللي حوالينا في الكلام بقى اللي لازم ناكل، ولازم نضغط على نفسنا في الاكل بالذات اول 3 شهور، انا دايما بقول للحامل تاكلي اللي نفسك فيه اللي انت بس عايزاه، يعني احنا برضه فعلا الثقافه ان هي لازم تاكل كتير. لا اول 3 شهور لا معلش، ممكن تاكل كتير بس بعدين، خلينا اول 3 شهور كده، لان دايما بيبقى فيه احساس كده بالترجيع على طول انها مش متقبله اي حاجه، ده شيء طبيعي، فخلينا بس في الاول كده ايه واحده واحده، اهم حاجه ان يعني البيبي كده كده هيكبر، المهم يكبر بطريقه سليمه، ما يكونش عندها انيميا، ما يكونش عندها سكر، ما يكونش اي مشاكل، الغده الدرقيه بتاعتها تكون سليمه، لو هي بتعاني من اجهاض قبل كده، اجهاضت كذا مره،
ما احبهاش تدخل في حمل برضه بسرعه. هنستنى ما نشوف ايه سبب الاجهاض. الاجهاض بالذات من الحاجات فعلا اللي بتعدي كده اقول لك ده انا اجهضت 8 9 مرات. طب ليه مستنيها نفسك 8 9 مرات؟ هو الاجهاض مرتين ورا بعض خلاص، يبقى لازم اروح اكشف واشوف ايه السبب. هل سبب مناعي؟ هل سبب في الغده الدرقيه؟ هل سبب مثلا لا قدر الله انها سمينه وعايزه تخس، عندها سكر، عندها تكيس مبايض؟ في اسباب كتير جدا للاجهاض. فانا اعالج الكلام ده كله، تدخل في الحمل من اول يوم حمل بحب اشوفها عشان اشوف كيس الحمل شكله ايه، جوه الرحم ولا لا، بيكبر ولا لا، في نبض ولا لا، والكلام ده كله. بديها مواعيد بقى منتظمه لغايه ما نوصل للاسبوع ال 12 لل 14 اللي هي اهم فتره زي ما اتفقنا في اي حمل. تمام. وانا في الاول برضو لما هي بتبقى عندها الاجهاض من الاول من اول شهر ونص بقولها البيبي ده هيكمل كويس او البيبي ده مش هيكمل كويس، برضو بالمتابعه وبالموجات الصوتيه. هو حضرتك اصلت نقطه مهمه جدا فعلا، ان فكره في اكتر من حد بيعاني من موضوع الاجهاض المتكرر ده، وهو ما بيبقاش يعني مدرك جزئيه ان هو لابد انه يتابع مثلا مع دكتور او يعمل فحوصات او كده. تمام. دي نقطه مهمه جدا. فلازم توقف الحمل فتره وتتعالج بعدين تدخل في الحمل، يبقى فاهمين بس هي عندها ايه. تمام. طب احنا لو عدينا بقى مرحله الولاده الحمل ودخلنا بقى في جزئيه ايه الشهر السابع او الشهر التاسع الولاده. تمام. ايه اللي بيخلي الطبيب يحدد ان الامر يكون مثلا قيصري او طبيعي؟ في ان برضو يعني من الشائع ان احنا بنشوف ايه ان الدكتور بيستسهل. تمام. ان هو يبقى قيصري عشان ده ايسر، فبيشوف ممكن يقول قيصري وهي ممكن تبقى طبيعي، هل ده صحيح ولا الدكتور بياخد قرار بناء عليه؟ لا، هو طبعا هقول لك حاجه صراحه، يعني في حالات لما بتيجي من اول يوم حمل بقول لها انت توليد قيصري من الاول خالص. ليه؟ يا اما هي والده قيصري في خلال سنتين اللي فات، يعني ما عداش سنتين على اخر ولاده، يا اما انها عملت القيصريه دي بدري، يعني قبل الشهر التاسع في الثامن او في السابع في السادس في الخامس، فتحوا لها بطنها لاي سبب. يا اما ولاده مبكره، يا اما عملت عمليات ازاله مثلا اورام ليفيه من الرحم، بيبقى فيه جروح ومتخيط الرحم متخيط بدري. تمام. فده بيبقى عنده عرضه ان الرحم ده يفتح او ان الجرح نفسه ما يستحملش طلق الولاده. فالحالات دي بالذات من اول يوم حمل بقول لها انت توليد قيصري. الحالات الطبيعيه بقى اللي هي والده طبيعيه قبل كده، او والده قيصري اكتر من سنتين وفي التاسع القيصريه بتاعتها في التاسع، بقول لها انا مش هقدر احكم عليكي خالص دلوقتي، لازم نتابع مع بعض عادي خالص، وفي اول التاسع هنحكم بكذا حاجه، بوضع الجنين، بحجم الجنين، بكميه الميه اللي حواليه، البيبي كويس ولا لا، هيقدر يستحمل الطلق ولا لا، الحوض بتاعك حلو ولا لا، الراس دخلت في الحوض ولا لا. في حاجات كتير جدا اقدر ان انا في اول التاسع نتناقش فيها، وبالكشف عليها اقول لها لا احنا نحاول طبيعي ان شاء الله مع بعض، الا لو حصل اي حاجه في خلال الولاده يبقى هضطر اعمل قيصريه انقاذا لحياه الجنين. انما ده مش معناها ان انا كل حاله هتجيها بولاده قيصري، ده طبعا الكلام ده مش صح ومش مظبوط. يعني في مبدا ان الدكتور يقرر ان هي قيصري كنوع من انواع الاستسهال ده اصلا مش موجود. لا لا لا، مفيش كلام من ده طبعا. لا مفيش كلام من ده، بس هو يمكن بيبقى فيه حته خوف ساعات. الحاله نفسها مستدعيه او الحاله نفسها فيها مشكله ويقول لك مفيش داعي، او عندها قبل كده تاريخ مرضي، البيبي نزل تعبان مثلا، ولد الطبيعي والبيبي نزل تعبان، فيقول لك لا انا مفيش داعي اجازف نولد قيصري المره دي عشان بيبي يطلع كويس. تمام. يعني بس انا عايزه برضو اعمل ستريس على موضوع الامراض الوراثيه يا استاذ عبد الستار، يعني اتفضلي. نفسي البرنامج ده يوصل لاكبر عدد، يشوف قد ايه احنا في مركز البحوث بنشوف كميه حالات يعني صراحه رهيبه رهيبه وتحزن. للاسف الناس ما بتدركش المشكله، الا بعد ما يجي لي كذا طفل تعبان. كذا طفل والتعب ده. اسف، بص حضرتك يعني احنا ايه برضو من ضمن رساله البرنامج ان احنا بنركز على مجهودات الاطباء زي ما بيقولوا جيش مصر الابيض. ناس بتعاني فعلا وهم اللي في الحدث، احنا من بره كل واحد بيشوف مرضه هو بس. لكن حضرتك عشان متخصصه في مرض معين بتشوفي قد ايه هو منتشر ونفسي اوعي الناس، بتحس بالمشكله. احنا بالظبط، ودي رساله البرنامج. عارف حضرتك احنا بنعمل قوافل على مستوى المحافظات كلها، وبنروح نقول لهم يا جماعه ما تتجوزوش القرايب، لو في مشكله في العيله لا نبعد عن العيله دي، مش عشان احنا مش عشان مش تعنت حاجه، مش تعنت ولا مثلا احنا مش هنكره بعض، لا خالص بالعكس، لان في امراض فعلا ملهاش حل. تمام. امراض الدم، امراض المخ والاعصاب، امراض ضمور العضلات، امراض مش عايزه اقول لك صغر حجم الراس، في حاجات كتير جدا وملهاش علاج، ملهاش علاج، وبيبقى الطفل يعني بيعذب اهله، يعني هو نفسه متعذب ومعذب اهله معاه، وفي اطفال منهم بيعيشوا سنين ويعني للاسف ما مفهومش تقدم.
للاسف يعني للاسف الشديد يعني. تمام، احنا استفدنا من حضرتك كتير يا دكتور النهارده، ويعتبر يعني اهم نقط اتكلمنا فيها في الفقره بتاعت حضرتك ان الناس تهتم جدا بموضوع الفحوصات المبكره، تهتم جدا بموضوع المتابعه من بدايه الحمل. تمام، عشان في حاجات كتيره ممكن تظهر معانا ممكن نتجنبها لو بدانا بالخطوات ديت، ويبقى في توعيه بدري. تمام، وفي يبقى في تعاون من ناحيه الزوج، يعني يبقى الموضوع كله مشاركه، الحياه كلها مشاركه، وده كله احنا هدفنا منه ان حياتنا تبقى افضل. تمام كده، تمام، استمتعنا بوجود حضرتك يا دكتور وشرفتينا بصراحه جدا جدا، واستفدنا من حضرتك ربنا. وان شاء الله مشاهدينا الكرام الفقره الجايه هنعرف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عنايته ما بداتش من مولد الانسان، بالعكس عنايه الله عز وجل بالانسان تبدا من قبل المولد وحتى بعد انقضاء اجل الانسان. انتظرونا هنرجع لكم تاني.